البنت والصبي صايرين يجاوبوني. ليش نحن هيك كنا؟ هيك برأيك التطور؟ التطور تقللوا أدب علي؟ خلص بقى، بدي لم اللي كسرته. مين راحت عند أميني على المشفى؟ آخ يا ربي، هالغبية شو أخذها لهنيك؟ تعي نفوت لجوا حبيبتي، تعي. بسبب أميني خسرتي شرفك وصار راسي بالأراضي كمان. ليش لسه عم تركض وراها؟ فوتي. لا بتسمع لا لكبير ولا لأب. حرية وعناد راح تفلت قدامنا. ولك شو صاير لكم؟ ها رجعت تخبص بالحكي؟ ما إلى عين تتطلع بوجوهنا، عشو عم تنجي لهالمغضوبة؟ انت ابدا ما بتستحي، بعد كل اللي عملته فيها لساتها لهلأ بتنادي لك بابا بابا بابا. خرسي ولك خرسي. يا فاجر. لمين عم تقولي فاجر ولك؟ لمين عم تقولي فاجر؟ والله لموتك، والله لموتك، والله لأجبحي. ما عم تعرفي تربي بنتك وعم تقولي عني فاجر؟ بكف. عم ترفع يدك علي؟ لك رح اكسر لك ياها. حسن يا فاجرة اكسرها. حسن بغضب عليك والله. وليه؟ اذا لسه بتفتحي تمك. لك 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 صرتي رجال ولك؟ مين مفكرة حالك ها؟ شربانة والله بستك. اذا انت نسيانة هلا تذكري مين حسن؟ بركي هالقتلة بتصحيكي. تنكسر ايديك ان شاء الله. لا تبكي، لا تخافي يا عمري، لا تبكي. ماما راحت على المشفى. ليش ماما بالمشفى؟ خديني لعند ماما، خليني روح لعندها، بدي ماما. بص يا عمري بص، ما ممكن نروح بهالوقت. خديني لعند ماما. شو صار لماما؟ مرضانة يا روحي. طيب خدوني لعندها لأشوفها. ماشي تعي حبيبتي لوديكي. ما رح أبقى هون، بدي روح لعند ولادي. هذا سكرجي ما له أمان، بده يضل يضربني. أحسن لي إذا بهرب أحسن. بدي روح معك. تعي تعي للمسك. بس اسكتي لا تطلعي ولا صوت. إيه حبيبتي؟ ماشي. مشان ما يشوف نحس. يلا